اهلا بيكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان ومتابعي برنامج 60 دقيقة. النهارده احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع يهم كل أسرة، لأن الموضوع ده باختصار يهم ولادنا. موضوعنا النهارده عن المراهقة، هنتكلم ازاي المراهقة نعديها بدون مشاكل، ونتعرف وقبل أي حاجة هنعرف ايه مفهوم المراهقة. في البداية ارحب بزميلي اسلام. اسلام ازيك عامل ايه؟ اخبارك؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن موضوع يخص كل بيت مصري، يخص كل أسرة مصرية، وهي مرحلة المراهقة بالنسبة للبنات وبالنسبة للولاد، وقد ايه هم بيبقى ليهم خصوصية، وقد ايه هم بتتنقل مشاكلهم من مرحلة لمرحلة، ومرحلة ان هو بيحس ان هو راجل، هو مسؤول عن نفسه. المرحلة اللي بيتنقل فيها الطفل بيبقى بيحس نفسه بقمة الرجولة، لما عدم معرفة تعامل الأهل معاه، او البنت ان هي بتحس ان هي ليها خصوصيه، بتبدا ان هي تميل للحياه مع اصحابها اكتر، بتبعد عن الاسره، بتبعد عن الام، بتبعد عن الاب، وده بيسبب مشاكل كتير جدا. النهارده هنتناقش في الموضوع ده مع ضيوفنا. اهلا وسهلا بدكتور معانا، دكتور بسمه الصباغ، اخصائي تعديل سلوك. اهلا بحضرتك يا فندم. معانا استاذه بسمه، استاذه ساره فوزي، مساعد مدير اداري في المدارس الدوليه. اهلا وسهلا بحضرتك. هنبدا مع حضرتك يا دكتور، عايزين نفهم الناس ايه هو مفهوم المراهقه. والله هو فترة المراهقة هي من أصعب الفترات اللي بتمر بحياة الإنسان عموما. المراهقة هي فترة بيحصل فيها تطور جسمي وتطور نفسي وتطور انفعالي واجتماعي. يعني الطفل بعد ما كان في مرحلة الطفولة المتأخرة في حالة سكون وهدوء، تيجي تحصل تطورات كبيرة جدا سواء في شكله أو في جسمه، ازدياد الوزن الملحوظ، الطول، البنت بيبقى شكلها بيختلف، الولد بيبقى صوته تخين شوية، بتظهر عليه مظاهر الرجولة. فدي بداية البلوغ اللي هي سمة من سمات المراهقة، لكن المراهقة هي ممتدة معانا من 11 ل 18 سنة. فهي مرحلة بنسميها مرحلة الطوفان. ليه مرحلة الطوفان؟ لأن هي لو كان في حتى أسس في التربية سليمة والأمور كلها كانت مستقرة في المراحل اللي قبل كده، بتيجي في المرحلة دي وبكل حاجة بتبوظ. ليه؟ لأن هو بيبقى عنده شعور أو إحساس بأن في عنده خصوصية، وإحساس بأن الناس كلها بتخترق الخصوصية ديت، فيبتدي هو يدافع ويعاند وهكذا. فبتيجي الأزمة كلها من النقطة دي. تمام. أستاذة سارة، ازاي بقى لو انا عندي مراهق اقدر اربيه واوجهه صح؟ بصي، هو في طرق كتير جدا. اهم حاجه طبعا ان احنا لازم تحترمي حريه رايه، لازم تدخليه معاكي في كل حاجه في حياتك، اشركه في حياتي. بالظبط، تخليه يعني يحس بذاته، تشجعيه على الراي اللي هو بيقوله حتى لو غلط. يعني انت ممكن تمشي رايه بس، وبعد كده في الاخر تقنعيه ان ده مش صح. بس امشي رايه ولا اتناقش معاه في الراي ان انا ناخد وندي مع بعض؟ الاول توافقيه، يعني طبعا لازم توافقيه علشان ما يحسش ان هو قال حاجه غلط، ما تهاجميهوش. وبعدين تناقشيه في الراي ده، يعني اقتنع ما اقتنعش، بتحاولي ان انت تقنعيه بهدوء، لكن ما سيبوش يعمل الراي حتى لو لا غلط. لا طبعا. بس هو لا يفضل في المرحله ديت ان احنا نوجه ليه الاسئله اللي هي بنعم او لا. يعني لازم تديله مساحه من التعبير عن رايه، بس مش باجابه حاسمه. تمام، اديله مجال ان هو يقول رايه بطريقه تقوم رايحاه هو نفسيا، او ان هو قادر ان هو يعمل الحاجه دي بطريقته هو الخاصه. بالظبط، بافكاره. طبعا اول حاجه ان انت لازم تشجعيه كويس قوي ان انا بثق في افكارك، وان انت ليك تسانديه، كمان تسانديه في الافكار دي، او انت ليك دور في البيت، انت مسؤول عن كذا، او انت ليك اختيار، وتديله ثقه بالنفس برضه. في ده موجود دلوقتي، احنا في عصر الفيسبوك، يعني ما اظنش ان دلوقتي في طفل بيقدر يتقبل. يعني انا بحس دلوقتي ان الطفل طالع هو بيستفسر عن كل حاجه وعايز يفهم كل حاجه، وده ما بقاش بيرجع فيه للاهل. يعني هو بقى وسائل السوشيال ميديا عامه هو بقى بيلجا لها اكتر من الام، من الاب، من الاخ الكبير. فهو اصبح ان هي احنا ما عندنا، انت بقى المفروض تبقى رقيب بس من غير ما هو يعرف، يعني من بعيد. يعني هي اصلا مش هنحكم عليه الموبايل، يعني هو الموبايل في ايده دايما. احنا النهارده ما فيش بيت في مصر ما فيهوش موبايل للطفل. يعني مجرد ما الطفل، هو مش طفل، هو بقى مجرد ما بقى عنده 12 13 سنه اصبح الموبايل دي حاجه، يعني وقبل كده كمان، وقبل كده من هو صغير بيتعامل على التابلت، بس هو بيتعامل عليها جيمز. بعد كده ما بيبدا يستوعب او يفهم،
بيبدأ يتعامل مجرد ما يعمل فيسبوك ودخل يتكلم ناس بيبدأ خلاص يحس ان هو بقى شخص كبير شخص مسؤول عن نفسه. بس لو انت اشبعت رغبته يعني هو بيبقى عنده تساؤلات دايما وهو طفل صغير بيبقى عنده تساؤلات صغيره من اول احنا اتولدنا ازاي واحنا بنعمل ايه هنا وفين ربنا وهكذا كل الاسئله ديت. لو احنا اشبعنا رغبته في الاجابه الخاصه بالاسئله دي بتلاقيه هو بيثق فيك وبيرجع في الاسئله الاكبر وينتظر منك اجابات. اولا ما نتفهش او نسفه من اسئلتهم حتى لو كانت تبان ان هي اسئله حاجه بسيطه او تافهه بالظبط لان ده هيخليهم بقى في المواضيع الكبيره زي ما انت ما سمعتيهم في الحاجات الصغيره بتاعتهم هيسمعوا او هيطلبوا منك ان انت تقولي ارائك معاهم وتدي لهم افكارك في المسائل الكبيره. الثقه في النفس ان هم يجوا يتكلموا معايا بقى في ارتياحيه بيني وبين ابني في المناقشه فهيفتح لي الكلام هيفتح لي سره. اهم حاجه تصاحبيه بدون التوبيخ او العقاب لان دي اكتر حاجه بتخلي في فاصل او في جاب فجوه ما بينك وما بين ابنك ان هو جه حكى لك مثلا على موقف او مشكله معينه وانت عاقبتيه وهاجمتيه ولا عقاب مش اللي هو كان متوقع او اللي هو كان عاوزه. هو هيكرر المره الجايه ان انا مش هقول لك وهخبي عنك علشان انت هو طبيعي هيغلط يعني هو كده كده هيغلط طبيعي اي طفل لازم هيغلط بالظبط. اهم حاجه التوجيه الصحيحه هي اللي هتقدر تستوعبي الغلط ده وتوجهيه صح بالزبط. وبعدين تقولي له يعني اتعلم من غلطك عشان ما يتكررش تاني. طب ايه الفرق بقى بين البلوغ والمراهقه؟ البلوغ هي سمة من سمات المراهقة اللي هو اكتمال الجانب الفسيولوجي الخاص بالبنت أو بالولد. لكن المراهقة هي مرحلة ممتدة طويلة العلماء قالوا من 11 سنة ل 18 وفي علماء تانيين قالوا من 11 ل 21 وقسموا المرحلة دي إن في حاجة اسمها مراهقة مبكرة ومراهقة متوسطة ومراهقة متأخرة. أصعب مرحلة هي المراهقة المبكرة اللي هي من 11 ل 14 سنة عشان سنه صغير وعلشان الهرمونز بتكون فيها قوية جدا فبيكون التغيرات حتى أو التغيرات النفسية والإنفعالية بتكون شديدة قوي وبيكون هو مش عارف هو أنا طفل ولا كبير. أنا جسمي بقى كبير بس أنا عايزة ألعب مع أصحابي أو أنا بعمل حاجات أفعال الصغيرين لكن في شكل وحجم الناس كبيرة. الناس كبيرة وبالتالي بتكون دي أشد أو أصعب مرحلة في مرحلة المراهقة اللي هي الطفولة سوري المراهقة المبكرة وبعدين المراهقة المتوسطة من 14 ل 18 ومن 18 ل 21 المراهقة المتأخرة ودي بتكون أخف مرحلة لأن بيكون حاسس إن الأمور بقت عادية بقى أنا أصلا كده كده كبرت يعني بدأ الأمور سهلة أنا دخلت وبدأ يتأقلم بالظبط وبدأ يتأقلم مع الناس اللي حواليه بدأوا يفهموه بدأ يكون ليه شخصيته المستقلة وهكذا. ده يتم التعامل معاه ازاي يعني هو كطفل انا كاسره ازاي اتعامل معاه يعني النهارده ايه في المرحله دي بالذات بتنصحي الام او الاب او الاسره عامه تتعامل مع الطفل ده ازاي؟ الحقيقه احنا معظمنا بيقع في مشكله كبيره ان هو بيتصدم ان مرحله المراهقه جت كانها جت فجاه بدون مقدمات. مرحله المراهقه محتاجه تمهيد ومحتاجه توعيه مش من البيت بس او من الام والاب من المدرسه او من المتخصصين عموما يعني تمام. البيت عليه دعم ان هو قبل ما تبدا المرحله دي لازم يعمل تمهيد ان في حاجه اسمها بلوغ وانت هتكبر وهتكبر ازاي وده بيحصل امتى وكل التفاصيل دي كلها علشان ما يتصدمش وما يتفاجئش وما يعملش زي حضرتك ما قلت من شويه يجيب المعلومات دي من صحابه او من الفيسبوك او هكذا وغالبا دي بتكون معلومات مغلوطه يعني ما بتكونش صح حتى يعني. فبالتالي لو هو عنده الوعي الكافي او المعلومات اللي تكفيه عن المرحله دي هتبتدي بسلام وهيفهم انا فين من المرحله دي بالظبط. هنرجع للاستاذ ساره عايزين نفهم ايه المراحل اللي حضرتك يعني ايه الخطوات اللي بتاخدوها في المرحله دي في المدرسه مع عمر الطفل ده بالذات يعني ايه الخطوات اللي بتاخدوها لحمايه الطفل ده او توعيته او ان هو مثلا عدم ممكن تكون اسره مثلا مشغوله ام مشغوله اب مشغول فبتلاقي سلوكيات الطفل ده بيتوت في المدرسه. احنا بنعمل سيشنز في المدرسه كتير جدا توعيه للطلاب. طب استاذنك قبل ما نجاوب على السؤال معانا ام عائشه من منيا. الو وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي. اهلا بيكو كان عندي بس سؤال وخرج عن موضوع الحلقه ان عندي توأم. تمام اتفضل. عندي توأم فعلى طول خناق بينهم وبين بعضيهم على طول بيضربوا بعضيهم مش عارفه ايه الحل يعني هم عندهم اربع سنين. تمام ودايما في عندي في
واحد فيهم هو اللي يتفوق على الثاني، والثاني يقول لي يا ماما اعملي، يا ماما اضربي لي، دايما في عيل هو اللي يتفوق على الثاني، فانا ما بقاش عارفه اعمل ايه، وجهزت يعني اوصلهم بس يعني ايه الحل اللي انا ممكن اوصله او ممكن اللي هو الصح ان انا ازاي امنعهم من كده. ايه رايك يا دكتور؟ تمام هرد على حضرتك، شكرا. سن 4 سنين ده بيندرج تحت الطفولة المبكرة، من سماتها ان هم بيحتاجوا حركة زايدة او بيحتاجوا نشاط او يلعبوا رياضة او يخرجوا برا البيت كتير. للأسف معظم الأسر او الوقت الحالي مش بيكون سامح ان ناس كتيرة تلعب رياضة او ينزلوا في جاردن او يعني لازم ياخدوا متنفس ان هم يتحركوا كتير، فبالتالي لما بيحصلش ده بيتحول لعنف او ضرب داخل البيت. فلازم هما توأم، يعني انا شايفه ان التوأم بتبقى شويه قلبها على بعض لا لا بيبقى صعب دلوقتي، صعب جدا. هما في سن يعني هما واضح ان في البيت ما فيش متنفس ليهم قوي، فبالتالي هم يعني ما لهمش حاجه ان هم يضربوا بعض بالظبط. هي بتقول ان في واحد او واحد بيستقوى على الثاني، هي ممكن الثاني ده ممكن تجيب له هديه، تجيب له حاجه تقول له اخوك جاي للضعيف، لا للقوي، تقول له ان الضعيف جايب لك ده هديه علشان ان هو بيحبك وعلشان ما تعملش معاه كده تاني، فهيبتدي يفكر بشكل تاني مع اخوه. هو لازم من السن الصغير ده تعلمهم الكلام او ان ده غلط، او تعمل بنسميه ريفلكشن، او ان هي بعد الموقف اللي حصل لازم تجيب الاثنين وتكلمهم انت غلطت في ده، وبالتالي لازم تعتذر له، لازم يتقبل سياسة الاعتذار. ولو ده اتكرر اكتر من مرة في السن ده مسموح ان يكون في مش عقاب بس يكون رد فعل، يعني مثلا احنا هناخد ربع ساعة من وقت الكرتون اللي انت هتتفرج عليه، لو هو الموضوع كان مرة عابرة طبعا ما بيحصلش فيه كده او لا يفضل بس هو كله متوقف على تربية البيت طبعا طبعا بنسبه كبيره. نرجع لسؤالنا مع ميس ساره عن المدرسه. احنا بنعمل لهم سيشنز طبعا توعيه للطلاب، دكتور بسمه طبعا بتبقى هي بتدي لهم السيشنز دي. بيقولوا ازاي يتعاملوا في السن ده، يعني من الناحيه الدينيه ومن ناحيه ان هم يتعاملوا برضو مع البيرنتس، يعني ازاي ويتعاملوا مع بعض، يعني هي تتكلم اكتر. في جزء خاص بالتوعيه للمدرسين، لان المدرسين هم شركاء معانا في العمليه التربويه، لان هم لو عندهم خبره او ادينا لهم الوعي الكافي عن مرحله المراهقه وكيف يتم التعامل معاهم الامر بيختلف تماما. والجزء الثاني البيرنتس او اولياء الامور بيبقوا طبعا متشوقين، عايزين يعرفوا احنا ده اللي بنعمله صح ولا غلط، الموقف الفلاني في حاجه بنعملها اسمها فاميلي كونسلنج او اللي هو الارشاد النفسي الاسري، ده بيكون خاص بحالات فرديه او ممكن بتتعمل احيانا بشكل جماعي، يعني او لو احنا بنتكلم عن مرحله بنتكلم عن الطفوله المتاخره او بنتكلم عن المراهقه، فبيبقى يعني لا اما بشكل فردي على حسب الحاله او بشكل مجمع للستيج كلها. تمام نرجع نطلع فاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم في حوارنا مره تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم موضوعنا عن المراهقه. استاذه ساره، لو طالب بقى جه بيقول لك بيناقشك في موضوع حساس، هتتعاملي معاه ازاي؟ بصي يعني اتكلم معاه بكل وضوح، يعني مفيش دلوقتي زي ما هو قال السوشيال ميديا يعني معرفه الطلاب كل حاجه، فانت لازم تتكلمي معاه بوضوح وبطريقه مباشره، وبتكلمي عن السلوكيات الخاطئه، يعني تعرفين دي مثلا صح، بتعرفي الصح من الغلط، يعني الوضوح. تمام اهم حاجه الوضوح عشان هو كده كده عارف، بس ايه عاوز التطفل زياده وتضيف. هو بيحب يتطفل وبيحب يسال وبيحب قوي الحوار في الموضوع ده، وان هو يعني لو كلمت بنت بقى دلوقتي كمان بيناقشوا كل المواضيع مع اصحابهم ومع بعض، سواء لو تم نقاش الموضوع قبل او تم طرحه قبل حتى ما يسالوا ده بيكون افضل بكتير، يعني انت بتشبعي رغبته في قبل ما يسال ان انت هتدخلي وتفهمي البلوغ يعني ايه بالظبط، يسال بالظبط لان هو اوريدي هيعمل معلومه بس انت
خد منك المعلومه فلما بياخدها من المس بتاعته او المدرس بتاعه بيبقى عنده خلاص ارتياح الموضوع ده صح. هي دي الميزه بقى للاهل وهو صغير انت بتكبري معاه وبتعرفيه كل حاجه خطوه بخطوه بحيث ان هو ما يتعودش ان هو يعرف المعلومه من بره. يعني برده ماما وبابا في البيت هم السبب. يعني هم اللي يعرفوه عشان ما يعرفش المعلومه من بره. ان انا كمثلا انا عندي ابن في مدرسه معينه اني انا ما انقلوش من المدرسه دي لمدرسه ثانيه، هل هو مثلا بيبقى متعود على هو ده افضل ناس طبعا معينين فهو بياخد طبعًا منهم المعلومه او بيثق فيهم، هل ده بيفرق معاه في المعلومه نفسها؟ لو هو مستريح في المكان والامور مستقره ومفيش مشاكل تمام. بس احيانا الاهل بينقلوا لان بيكونوا عايزين بدايه جديده لو في مشاكل مع اصحابه. يعني دايما المشكله دي بيبقى هو عايز يبعده عن جروب معين حصلت منه مشاكل كبيره ومش قادرين يسيطروا عليها، فبالتالي بيودوه مدرسه جديده علشان املا يعني في ان هو يكون صداقات وهكذا. معنا اتصال، معلش استاذنك، معنا اتصال. الو، خط قطع، نكمل تاني. فهي الوضوح في الأسئلة اللي بتوجه سواء للمدرس، يعني أنا دايما بقول لو أنت مش عارف تجاوب للمدرس أو حتى للأب أو الأم اسأل حد متخصص قبل ما تجاوب، لأنك لو جاوبت غلط فهو كده بيفقد ثقته فيك. فأنت ممكن تقول له اديني وقت معين وهرجع أرد عليك بالإجابة، وتعرف هو في السن ده إيه المناسب يتقال له، لأن الأمور دي ما ينفعش نعمم ونقول بيتقال كذا. يعني اللي بيتقال لسن 11 12 سنه غير اللي بيتقال ل 18 سنه، ده الادراك عنده مختلف عن ده. فبالتالي اللي بيرد هو عليه عبء كبير جدا في ان يوصل معلومه بشكل صحيح. في مشكله بتواجه الاهل ان هم ممكن بتلاقي طفل ذكي جدا اللي هو اساسا بيبقى عنده المعلومه وهو بيسال، يعني بيسال الاهل تطفل، فلما بييجوا يديله الاجابه هو بيحس ان الاجابه مش الاجابه اللي هو عايزها، لان هو شاف اجابه تفصيليه لكل حاجه. فالنهارده مثلا هو بيسال في موضوع معين والدته مثلا او حاجه، فهي عندها كسوف في الحاجه دي بالذات، فالتعامل معاها يتم ازاي؟ كويس قوي. هو ده بقى احنا في الحاله دي تعفى خالص من الاجابه وتشوف حد متخصص يقعد معاه ويتكلم معاه ويشبع له كل رغباته في الاسئله اللي هو عاوزها لحد ما يكتفي تماما، وهي بكده هتكون اديته اللي هو عاوزه بس هي مش قادره تعمله. فبالتالي بنعفيها لان ممكن لا اما تقلل من المعلومه او يعني بالزبط. الامور اصلا ما بيبقى تصلحش. يعني بيبقى عنده الانفورميشن الكافيه وزياده، بس هو بيتاكد، يعني هو بيتاكد هل المعلومه اللي هو سمعها دي صحيحه، هل التعامل معاه يتم ازاي، هو بيعرف المعلومات، هو لازم تجاوب ان هي صحيحه ما ينفعش. لا هو مش كده، هو بيبقى عارف المعلومه فهو عايز يعرف هل المعلومه دي صحيحه وكيفيه التعامل معاها. هو بيعرف المعلومه لكن ما يعرفش هل هو هيتعامل في الفتره دي كده، هل السلوكيات اللي هي شافها دي هل هي صحيحه مش صحيحه، فده رد الفعل. هو بيعرف من الام نفسها كيفيه التعامل مع الحاجه نفسها، هو بيبقى عنده المعلومه، هي لا بتديله معلومه ولا بتديله كيفيه التعامل، هي بتديله ستوب ان انت ما ينفعش تتكلم في الموضوع ده، احنا ما ينفعش نتكلم في حاجه زي كده، ده بيحصل. ويفضل ان في الفتره دي تكون البنت طبعا الافضل ان الام هي اللي تجاوب على التساؤلات ديت، والاب في الفتره ديت للولد يكون قريب جدا منه، لان في بعض التساؤلات الام مش هتقدر ترد على الولد والعكس. فيفضل ان هم يزوروا حد متخصص ينصحهم بايه اللي المفروض يتقال في المرحله دي. طب معانا بس من القاهره. الو، الو، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. من فضلك انا عندي 2 توأم احفادي عندهم 4 سنين. الولد والبنت، البنت بتقلد الولد بشكل مش طبيعي ومش عارفه اخلي شخصيتها مستقله عن الولد تاخد خط لوحدها، اعمل ايه معاهم؟ ما تم بس مدرسة لسه 4 سنين شخصية مستقلة ايه بس. شكرا استاذة بسمة. شكرا، هنرد على حضرتك. هو شخصية الطفل بتتكون من السن ده، فهي 4 سنين خليه مستقل ازاي؟ هو فعلا لازم يكون مستقل وما ينفعش يتربطوا ببعضه، عشان كده موضوع التوأم ده حساس جدا. يعني حتى في احنا بنرشح ان هم يتفصلوا في الفصول، يعني لو هو ما يبقوش فصل واحد مع بعض بالذات لو بنت وولد، لان في تحسي ان في حد بياخد طباع تاني، يعني البنت بتقلب ولد بالظبط، يا الولد بتحسيه في حته انوثيه بيحب يقعد مع البنات مش عارف ايه،
فدي فعليا احنا بنشوفها. والمقارنه، المقارنه بالذات المدرسين والاهل، فبتلاقي حد دايما واخد بالظبط ايه ده شاطر وانت ليه مش كده، مش زي اخوك، او ده متفوق في رياضه معينه بالظبط. فما نربطش ما نربطهمش ببعض طول الوقت، يفضل فصلهم تماما في الفصول مش في المدرسه طبعا. ويفضل ان البنت اللي هي اللي ثقتها بنفسها او تابع للولد شويه تلعب رياضه، لان الرياضه بتظبط الثقه بالنفس والاستقلاليه، وهتحس. ويفضل ان هي تكون رياضه منفصله عن اخوها، يعني بيلعب مثلا سباحه هي تلعب جمباز، تكون في مكان تاني بالظبط. هي لو بتقلده في البيت لو بتقلده في البيت مفيش مشكله، لان من سمات مرحله الطفوله المبكره لحد 5 سنين هو التقليد، فالتقليد هو سمه ما فيهاش مشكله. يعني علشان كده احنا قلنا ان لازم كل ام واب يعرفوا ايه هي سمات المرحله اللي اولادهم فيها. تمام. معانا كمان ياسر من البحيره. الو الو استاذ ياسر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. حضرتك انا عندي ابني عنده 16 سنه متعصب جدا وبيعوز ياخد حاجات كتير من اخته وكده ومش عارف اعمل ايه، فيا ريت يعني راي الدكتوره بسمه او الدكتوره ساره في الموضوع. ايه المواقف حضرتك اللي بيعملها عشان الدكتور تفهم انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ يعني ايه المواقف اللي بيعملها مع اخته؟ اي حاجه تيجي لها، اشتري لها موبايل ياخده، اشتري لها حاجه ياخده، اي حاجه. اخته صغيره ولا صغيره ولا قده؟ يعني لا سن؟ بنت في الطب السنه. يعني اخته اكبر منه؟ تمام. له كل حاجه هو كده مش هينفع، يعني ايه الحل مع الواد ده؟ دي مشكله كبيره. دي مشكله في كل بيت على فكره. دي مشكله في كل بيت. بس ما تاخده عندها وتريحني. انا متنازل عنه ومش عايز فيه. ماشي، شكرا. رد على حضرتك يا فندم. طبعا هو برضو نرجع لسمات المرحلة الخاصة بالمراهقة، هي ايه؟ العناد والعصبية واحساسه بان هو رأيه الوحيد هو اللي صح وكل الناس اللي حواليه غلط. طبعا ده محتاج ذكاء اجتماعي عالي جدا، علشان اولا لو انت ضغطت عليه نفسيا ثقته بنفسه هتقل بشكل كبير، ويحصل له حاجه اسمها ميول انسحابيه، يعني يبقى قاعد لوحده ومش عايز يكلم حد ويسيب العالم الخارجي ده كله، وياخد بقى اوضه مع نفسه كده او ما يتكلمش مع اصحابه وهكذا. تمام. هو ده طيب. بيعود العنف نفسه في حد ذاته، يعني هو ليه بيبقى العنف ده بيتولد من ايه؟ يعني انت ممكن تلاقي حضرتك طفل هو الغالبيه العظمى دلوقتي حتى وهم اطفال بيبقى عنده ميول العنف عاليه جدا، هل ده بيعود للحاجات للمشاهدات او الكرتون اللي بيتفرجوا عليه؟ هل ده بيعود لايه؟ او غضب غير مبرر، يعني هو متضايق من حاجات جواه ما حدش عارف يطلعها، وبالتالي فبيطلعه لان هو ما حدش بيتكلم معاه ويقول له طب انت ايه اللي زعلك في ده، طب انت عملت كذا ليه، طب احنا نقدر نحل الموضوع وهكذا. فالغضب الغير معلوم ده هو اللي بيعمل العنف. مع اخته الكبيره مش حاجه صعبه شويه؟ ما هو عايز يثبت رجولته على اخته. طبعا هي كبيره. ما هو يعني بالعكس، ده هو شايف ان احنا في اسره واحده وانا راجل وانت بنت والنظره الذكوريه وهكذا. تنصحيهم بحاجه ان هم يحلوا المشكله ما بينهم، او هم يبقى في كونكتد ما بينهم، اللي هو في عادي اللي هو يتعامل معاها كويس؟ ايه يعني ايه المواقف اللي ممكن انا كأب اعملها عشان يعني اشيل الحته دي؟ اول حاجه لازم الولد يعبر عن ارائه ويتكلم مع باباه بدون ابدا خجل، او بدون ما يكون في تدفيه من الاراء او الافكار بتاعته، يتقال له فعلا انت كبرت وانت راجل وهكذا. ولكن مش من سمات الولد او الراجل ان هو يهين اخته، بالعكس ده انت المفروض تحافظ عليها، ويبتدي يديله مسؤوليات صغيره ينفذها بدون تسلط على اخته. يعني انت هتنزل معاه عشان الوقت متاخر وخلي بالك من كذا، بس برولز معينه. يعني ايه رولز معينه؟ يعني وانت نازل معاها ما ينفعش مثلا تكلمها بصوت عالي، ما ينفعش تتعامل معاها بطريقه مش كويسه وهكذا. فبالتالي هو هيخليه مسؤول ولكن بقيود، مش مسؤوليه كده مطلقه يعني. تمام. معانا عليا من القاهره. الو الو استاذ عليا اتفضلي. حضرتك ممكن توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ الو خط فصل. نرجع لاستاذه ساره. انا عايزه اعرف منك بتتعاملي ازاي مع الاطفال بقى قبل ما يعدوا سنه، يعني قبل ما يوصلوا للمراهقه، لسه اللي هو في التكوين قبل سن المراهقه. لا هو يعني انا بالنسبه لي بصاحبهم، يعني بنزل بعقلي ليهم.
يعني هي ده احسن طريقه ان انت تتعاملي معاهم بيها يعني. تصاحبيهم. الموقف بقى بس. حصل بين بنت وولد، وده الشائع دلوقتي، ان احنا بنلاقي البنت عندها 12 سنه و13 سنه وليها بوي فريند، اللي هو بما معناه اللي هو بيقول لك ده البوي فريند بتاعي، وده حاجه ثقافه اولا دينيا غلط. كل الثقافه اللي بنقول دين ثقافه ايا كان هو ده غلط، بس ده بقى طالع في الجيل الحالي. اللي هو بتلاقي الطفل عندها 12 سنه و13 سنه وهم في تشات ما بينهم على فيسبوك وفي اتصالات وفي حاجات بتحصل. هم كاطفال يعني احنا واحنا صغيرين ما كناش بنسمع الحاجات دي، هي دي بقت حاجه جديده عليهم. فبيتم التعامل معاهم ازاي؟ يعني انت النهارده لقيتي كونكت ما بين بنت وولد معاكي في الكلاس، فحضرتك بتتعاملي معاهم ازاي؟ بتتكلم مع ده وبتتكلم مع يعني مع الاثنين، وبتكلمهم من الناحيه الدينيه وان ده ما ينفعش وان ده حرام، ولازم برضو تعرف منه يعني تسمع منهم هم بيعملوا كده ليه وبيتكلموا في ايه، يعني لازم برضو تصاحبهم. هو التقبل. التقبل اول حاجه، يعني لو انت قعدت معي اول مره وقلت له اللي انت بتعمله ده غلط وما يصحش وكذا، هو خلاص هيقول لك تمام وهيعمل عليك بلوك وخلاص انا مش هعمل كده تاني، وهيعمل كده من وراك. هم عندهم القدره ان هم يخبوا ده كويس جدا. تمام. فاول حاجه او الخطوه اللي بنصح بيها اولياء الامور او حتى احنا كمربيين، ان انت تتقبل انا حاسس بيك وعارف ان مشاعرك دي، انا حاسس ان انت حاسس بحب او برغبه معينه او كذا، ولكن بالظبط كده. ولازم بقى بعد لما اديله كل المقدمه دي اقول له ولكن ان الوقت غير مناسب. هو لما بيحصل ارتباط امتى؟ بعد وقت معين اللي هو بنكون خلصنا فيه الدراسه وعملنا كذا، وابتدي ارسم له وافهمه ان ده متاح ولكن بس هنأجله شويه. يعني العواطف والاحاسيس وكل الكلام ده احنا ما بنرفضوش، ولكن هنأجله امتى؟ لما تكون ريدي ان انت يبقى عندك بيت واسره وهكذا. وبالتالي هيفهم ان الامر ده يعني موجود، ما هوش عيب ولا غلط. يعني الاحاسيس هي مش عيب ولا غلط، الافعال هي اللي عيب وغلط، اللي هو هيبتدي يقابلها ويخرجوا وهكذا هو ده الغلط. لكن افهمه ان ادام انت حاسس بحاجه دي ما فيهاش مشكله. ما هي الفكره يعني ان انا ما بعرفش، يعني انا كاسره النهارده قاعد في البيت، ابني بيعمل وبنتي بتعمل، وانا طبعا اهو يعني انا ممكن ما اكونش عندي الثقافه اني افهم ده لوحدي او اخد بالي، او الام مشغوله في شغلها والاب مشغول، فبالتالي بتطلع البنت اللي هو احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنشوف حاجات في الشارع احنا نفسنا مستغربين. يعني ما بقتش مدارس، احنا كنا ده بنقول مثلا في المدارس الانترناشونال، لان هم في كونكتد ما بينهم من هم صغيرين، بيطلع بعد كده يدخل جامعه انترناشونال، فهو التعامل بالنسبه لهم بيتعاملوا ممكن شويه كصداقه، والغلطات او الاخطاء بتاعتهم قليله. لكن ده بقى شائع حتى في الناس في يعني في المدارس، ممكن تكون مدرسه ما فيهاش بنات يعني مش مشتركه، ومع ذلك بتلاقي البنت فعلا والولد فيه كونكت ما بينهم، بقى بيمشوا والسلوكيات في الشارع بقت فوق مش طبيعي، يعني فوق الفظيع. ان انا اشوف بنت عندها 12 سنه ولا 13 سنه وماشيه في الشارع ومعها ولد وماشي وماسك ايديها، ما دي سلوكيات دي يعني احنا هنحلها ازاي او الاسره هتحلها ازاي؟ انا هقول لك على حاجه، انا عندي بس تعقيب على كلامك. هو ده راجع للبيت. انا كأم لو ربيت ابني او بنتي صح مش هيعمل السلوك ده في الشارع لو ايه حصل، لو عارف ان اللي معاه في المدرسه دي اخته مش هيمشي في الشارع ماسك ايديها. هو الكلام ده احنا بنقول ان ثقافه بوي فريند او ان هي طالعه النهارده ثقافه. النهارده الثقافه انا بحس ان السوشيال ميديا فتحت لهم الدنيا قوي، خلت حتى يعني انا ابقى عارف يعني بعض الناس انا عارفهم، ووالدته ست محترمه جدا ووالده ست حد محترم جدا، بس اكيد مشغولين. بيشرب مخدرات اكيد، خلى البنت اللي معايا مثلا بتشرب مخدرات زيه. فدي سلوكيات والاب يعني دي طيب ده حصل أسرة انت محترمة. بقى ده حصل في غياب مين؟ في غياب الاسره من هنا، ومش غياب الاسره في الوقت اللي هم في الوقت اللي هم بيتقابلوا فيه، اللي هو وقت مثلا رايحين درس مع بعض بعد المدرسه، هم مع بعض في المدرسه، فالسلوكيات دي بتتعدل ازاي؟ طيب انا كاسره اكتشف ده ازاي قبل ما تحصل بقى اصلا؟ هو في فجوه كده، الفجوة دي اني انا في حتة وولادي في حتة تانية، اني انا ابني داخل الأوضة بتاعته وقاعد ست قافل عليه بالساعات وانت ما بتخشش عليه، واني انا مشغولة طول الوقت وما اعرفش هو جه من المدرسة امتى، طلع من المدرسة على النادي وانا ما عنديش معلومات. المتابعة هي اهم حاجة في المرحلة دي. ليه بقى؟ لاني انا لو ما تابعتش هفاجئ بعد فترة قليلة ان كان في مصايب ومشاكل كتيرة حاصلة. لو كانت من اول وقت يعني سيطرنا عليها هيحصل، يعني هنوقف المهزلة دي.
لكن اللي بيحصل ان احنا بنستنى لما المشكله او المصيبه تحصل ويحصل مخدرات ولا شرب ايا كان اللي هيشربوه، وبالتالي بعد فتره نقول طب احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين قبل ما تحصل المشكله دي وعندنا متابعه يوميه. ما ينفعش ابدا من غير ما يعرف ان احنا بنتابعه، يعني متابعه بس من بعيد، يعني من غير ما يعرف ان في سبوت عليه، لان هو اول ما بيحس بكده ده بيفقد ثقته بنفسه طبعا، يعني هو بيحس خلاص ان انا اتكشفت بالظبط، فمن بعيد والتوعيه في نفس الوقت. تمام. احنا كمان معانا ولاء من الجيزه. ولاء اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي مع حضرتك ولاء. انا عندي ابني عنده 11 سنه. تمام. وفي لي اخ واخت ثانيين، في ما بينهم كل واحد سنتين بس هو الكبير، وبيتعامل مع اخواته بعنف شويه. تمام. وهو دايما واخد جنب منهم، لما بييجوا يلعبوا مع بعض بيكون هو عايز يبقى هو مسيطر على كل حاجه. هو الكبير ولا هو الصغير؟ هو الكبير. هو الكبير فيه. تمام. اخواته صغيرين، واخته اصغر منه بسنتين، وفي ولد صغير تاني اصغر منها بسنتين. يعني في حد اكبر منه؟ هو الكبير وعنده لا هو الكبير اصغر منه. اصغر منه. تمام. كل ما يجيب حاجه هو الكبير. ده بالنسبه للتعامل مع اخواته. بالنسبه للصحاب ملوش اصحاب. تمام. ملوش اصحاب تماما. وفي المدرسه واخد جنب لوحده انطوائي، وعنده صعوبه في الحفظ، حفظ الكلمات الانجليش. هو في مدرسه لغات في سنه رابعه. تمام. عنده صعوبة في حفظ الكلمات، بيحفظ ممكن يقعد يذاكر كتير بس ما ينجز، ما يحفظ، ما عندوش إنجاز في الحفظ. ممكن يحب الحاجة يفهمها. تمام. بس برضو كمان شوية في حاجة هو مميز فيها. نعم. في حاجة مميز فيها هو بيعملها، هو شاطر فيها قوي. هو بيحب الماس، بيحب الماس جدا. تمام. طب حضرتك بتتعامل معاه ازاي؟ بيحب العربي، بيحب يفهمه. طب حضرتك بتتعامل معاه ازاي يا استاذة ولاء؟ نعم. بتتعاملي معاه ازاي؟ طريقه تعاملك؟ بتعامل معاه ازاي؟ بحاول ان انا مره كويسه وساعات كتير بشد. يعني انت كمان بتتعصبي عليه؟ بتعملي ايه؟ ايوه بتعصب عليه لانه بيعمل حاجات كتيره وحشه، وبس برضو باجي او واخداه واطبطب عليه واتكلم معاه. عقاب حضرتك ليه؟ بتعاقبيه ازاي؟ بالضرب. بعض ساعات امنع منه الحاجه. تمام. كلاسيكي لكل ام. بنس. نعم. حضرتك بتضربيه؟ اه بضربه ساعات. تمام. خلاص. تمام. مش دايما، بس بفضل انبه مره واثنين وثلاثه. طريقه الضرب بتاعت حضرتك بتضربيه ازاي؟ يعني عقاب حضرتك ايه بالنسبه له؟ بضربه ازاي؟ بضربه بايدي. تمام. بضربه يعني مش بتضربيه، مفيش اداه انت بتضربيها على وشه؟ لا كنت زمان، وبعدين لما عرفت انه حرام ما بقتش. تمام. لا. مفيش مشكله، هرد على حضرتك. شكرا. اولا السن ده ما ينفعش يتضرب نهائي خالص، يعني صعب جدا الضرب. بيكون عنف داخلي طبعا. طبعا. فهو بيطلع طاقته دي في اخواته الصغيرين. بس يعني يعتبر الام دلوقتي بسبب عقابها هي اللي سببت له المشكله. هو عنده تقريبا هو داخل في توحد على ما اعتقد. يعني هو دلوقتي المشكله متشعبه. اول جزء في المدرسه وخاص بالتحصيل الدراسي، ان عنده مشكله شويه في يعني او تاخر هنسميه مشكله دراسيه، فده بيعمل له يعني ثقته بنفسه بتقل شويه، وبالتالي علاقته باصحابه في المدرسه مش لطيفه، وهي دايره كده ماشيه مع بعضها. هو بيجي من المدرسه مش مبسوط من ان هو قاعد لوحده، ما عندوش صحاب ايا كان اللي بيحصل في المدرسه، فيروح المدرسه قاعد لوحده، نقعد نلف الدايره تاني. هيكبر شويه، هو عنده مشكله فعلا، هيكبر شويه هيبقى في تطاول اصلا من بيته يبدا. هيتطاول عليه تجاهل. الام والاب نفسهم محتاجين مستشار نفسي وتربوي. لازم يتجاهلوا في اي مواقف مع اخواتها. البيت كله لما بيبقى فيه مشكله قائمه بالشكل ده بيبقوا محتاجين، لازم يتعمل لهم حاجه اسمها تعديل سلوك. تعديل سلوك يعني المتخصص بيمسك سلوك واحد من السلوكيات دي ويبتدي يقوم فيها، اول ما ينتهي منها بيمسك سلوك تاني، يعني مش بيقوم اكتر من سلوك في وقت واحد. تمام. والفاميلي كونسلنج او الاستشارات النفسيه للاسره او للبيت مهمه جدا في الحالات دي. تمام. طيب نيجي هنا، هو كان في سؤال ان ممكن تلاقي مثلا طفل عنده 11 12 سنه هو ميال اكتر في يعني في حاجه معينه هو شاطر فيها، وبقيه الحاجه مثلا هو مش بيحب المذاكره، هو ذكي جدا في كل حاجه وموضوع المذاكره هو ما بيحبوش، هو مش شاطر في المذاكره، هو مش بيعرف يقرا كلمات معينه، مش بيعرف يحفظ، ده بيبقى من ايه؟
حاجة من الاتنين. لو هو التحصيل الدراسي حصل جاب، يعني ايه يعني فجوة، الفجوة دي مثلا هو كان في جريد 2 مثلا وحصلت ظروف ما فما حضرش معظم الوقت في جريد 3 وطلع بالتبعية لجريد 4 ففي سنتين كده واقعين منه وهو دلوقتي في جريد 5. فدي جاب ينفع ان احنا نصلحها ازاي؟ عن طريق بقى ان في حد جنب المدرسة يدي السنتين اللي وقعوا منه دول. طبعًا. دي نوع من انواع الايه الفجوات. هو مش بيتقبل ده اصلا من اي حد، يعني ممكن حتى توديه مثلا لمكان معين يتعلم فيه او يدرس الحاجه دي علشان يبدا مستواه يعلى، ده ما بيحصلش، هو ما بيتقبلش ده اصلا. لو بسبب بيحب اللعب اكتر يعني لو الموبايل، بالسبب ده لو بالسبب ده ده هيتقبل، لان هو كان اتحرم مثلا سنه او سنتين لظروف ما عن الحاجه دي. لا هو طبيعي حتى لو ما اتحرمش يعني، هو ده الطبيعي بتاعه. لو هو بقى عنده مشكلة تانية والمشاكل دي بقى متعددة خالص، زي مثلا هو يكون عنده نقص في التركيز أو في الانتباه. طيب. ودي سكتها طويلة قوي لأن بيتعمل لها أسسمنت أو تقييم، ولما بيتعرف الأمر ده بيبقى ليه توصيات للمدرسين، مكانه يبقى في أول ديسك، ما ينفعش يقعد جنب الباب أو الشباك بالظبط عشان التركيز والانتباه، ما ينفعش يقعد جنب حد طفل مزعج بيتحرك كتير لأن هو اوريدي قاعد مش قادر يمسك نفسه، فبالتالي لما يقعد حد جنبيه ويقعد يتحرك وهكذا فهيخليه هو كمان مش عارف يركز. فبيبقى ليه توصيات للمدرسة وتوصيات في البيت، وبالتالي احنا لو عرفنا سبب هو ليه ما بيحبش الدراسة هنحط ايدينا على المشكلة ونقدر بقى نوجه صح يعني. تمام. معانا خيري من الإسماعيلية. الو استاذ خيري. الو اتفضل. الو ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بس مثلا عندي ثلاث اطفال، واحد كان هنا ازاي وثالثة اصغر طبعا. تمام. ايه المشكله يا استاذ خير؟ اتفضل. اللهم صل على النبي. محمد اللي في رابعه ابتدائي لحد دلوقتي ما هوش عارف الفرق بين الالف وبين الباء وبين الحروف كلها ازاي، باكملها ما مش عارف ان انا اتواصل معاه نهائي. طب هو حياته عامله ازاي؟ هل هو بيحب اللعب؟ هل هو فيه شاطر في حاجه معينه؟ بيقدر يحفظ اما بيسمع الحاجه بيقدر يحفظها؟ يعني ايه الحاجه اللي بتخليه مش حابب القرايه او مش حابب ان هو المذاكره عامه؟ لا هو اهم حاجه عنده الكرتون واللعب في الشارع. تمام. حضرتك ما حاولتش تعدل ده وحاولت توديه لحد تاني يساعده ان هو يعرف يقرا او الكلام ده؟ المشكله ان انا اصلا يعني رب اسره محدود الدخل على قد حالي، فيعني ما مش عندي الامكانيه ان انا اجيب له مذاكره وكده. تمام. خلاص احنا هنرد على حضرتك. مش شكرا. دي الفجوه الكبيره مش ولا بيكتب. دي فجوه بقى صعبه جدا على فكره. دي موجوده عند ناس كتير في يعني هم في المدارس اللي هي العاديه دي في عندهم مشاكل كتير، لان انا شفت ناس في يعني بيوصل لجريد 6 اللي هو في 6 وفي اولى اعدادي هو مش عارف يقرا ويكتب. وفي ناس كمان يعني انا هقول لحضرتك على حاجه من ضمن المواقف، ان انا ممكن في ناس جت تشتغل معايا هو بيبقى مخلص دبلومه ومش بيعرف يقرا ويكتب، بس هو ازاي عدى المرحله اصلا؟ يعني هو ازاي طلع من جريد 1 لجريد 2 لجريد 3 لجريد 4 ومفيش اصلا قرايه وكتابه يعني. للاسف. فده التعديل بتاعه ايه؟ او ان هو لسه في رابعه يعني هو بيتهيألي احنا لازم نلحق. يبقى في تشخيص ليه. هل ده حصل بسبب قصور في المدرسه او قصور ان هو اصلا ما كانش بيروح كان بيلعب في الشارع؟ طب ده كده مش الولد ما عندوش مشكله لان ما تلقاش العلم الصح. تمام. تمام. لكن ده لو قاعد في مدرسه والناس بتشرح وهو مش قادر يحصل ده، لا المشكله عنده. ممكن بقى نعمل حاجه اسمها اي كيو تيست اللي هو اختبار ذكاء ونعرف نسبه ذكائه ايه. مش قادر. لو هو انا بقول لو هو ده في حاله احنا جبنا الولد وعرفنا الهيستوري بتاعته ان هو كان بيحضر في المدرسه ولا لا، كل الاسئله دي مهمه جدا. طيب احنا ممكن نطالب حضرتك بمبادره من على البرنامج ان حضرتك هتعملي الحاجات دي للحالات دي. ممكن يعني ممكن نعمل ديسكاونت بنسبه 60% للحالات اللي هي الغير تستدعي قادر. او الغير قادره. تمام. يا ليه؟ لان احنا برضو احنا في يعني احنا في ممكن تكون ظروف كورونا اللي احنا طبعًا فيها مع طبعًا ظروف الحياه، فاحنا ممكن نبدا نقيم طبعًا الاطفال دي او نحاول نعدل سلوكيات الاطفال على قد ما نقدر، لان ده فعليا منتشر كتير جدا. يعني منتشر طبعًا ان ممكن طبعًا تلاقي طفل في ثانيه اعدادي وفي ثالثه اعدادي وما بيعرفش يقرا. فدي مشكله كبيره طبعا، لان احنا مش عارفين السبب بقى. هل هو فعلا ده قصور من المدارس ولا قصور من الاهل ان هم يحضروا الولاد في المدرسه؟ لان في الفتره اللي فاتت دي اللي هو انا ما بشوفش ولاد في المدرسه اصلا، يعني المدارس بتكلم العاديه يعني. فده برضو قصور من الاهل.
لان لازم نصر ان الولاد يحضروا في المدرسه، لان ده امر نظامي مهم جدا. ما فيش مشكله، هم خدوها اجباري اجازه. تمام بالظبط. ممكن نطلع، هنطلع فاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معانا دكتور بسمه مساره. مساره، ازاي اتعامل بقى مع المراهقين صعب الارضاء؟ يعني اتعامل معاه ازاي ده؟ بصي، هو التعامل معاهم بيبقى صعب شويه، بيبقى عايز هدوء نفسي من بابا وماما. بنقوي العلاقه بينهم، بنقضي معاهم وقت كبير، بتحاولي تشغليه على قد ما تقدري، يعني يشاركك في حياتك، يشاركك في افكارك. لازم تتقبلي منهم افكارهم وارائهم، تتقبليهم. يعني انا فاهماك، تدي له مساحته، يعني لازم ياخد مساحته. يعني هي القبول مفتاح النجاح في التعامل مع المراهقين. انا فاهماك، حاسه بيك كويس قوي، فبالتالي هو بيفتح لك قلبه بعد الكلمتين دول، وبعدين تبتدي تزودي ثقته بنفسه. يعني في السن الصغير للمراهقين ممكن انت هتساعدني في الديكور بتاع اوضتك، احنا ممكن ننظم الحاجه بالشكل ده. شجعيه على ده، حتى لو ذوقه مش حلو يعني تحاولي تفهميه بالراحه. احنا بنلبس ازاي، بنعمل الالوان مع بعضها ازاي، وهو بيشتري لبسه لازم يختار لبسه بنفسه ونوجهه، لا ده شكله احلى عليك. طب انا بقى لو هو صمم في حته لبسه دي، يعني في الجزئيه بتاعه لبسه، الشباب دلوقتي مش شايفين كله لبس البناطيل مقطعه والبناطيل ساقطه والتيشيرتات مش عارفه شكلها، هسيبه يلبسه؟ ادام حاجه ما فيهاش، انا يعني اصلا مش متقبله ان انا اشوفهم، ادام ما فيهاش خلل. يعني ادام هو مثلا تيشيرت لونه مترقع شويه، بنطلون، المهم الهدوم المقطعه. هي هدوم مقطعه المفروض تترمي تقريبا، يعني ده ستايل، فهو كده كده هيجربه. يعني بتهيألي ممكن بعد كده زي زمان ما كان طالع الموضه مش عارفه شارلستون والكلام ده، ويعني قلت خلاص، فهي هتاخد فتره معينه وتقل. بس يعني وعرف الديك ومش عارفه حاجات منكوشه كده. بصي، هنا بقى التوعيه، يعني الحاجات اللي هي داخله في الدين، حاجات تخلينا بننفر منها. يعني الحاجات اللي داخله في الدين لازم تكلميه وتقولي له الصح والغلط، وانت اختار، يعني ده غلط وده صح، وانت هتختار. ما هو لو ماشي مع اصحابه نفس الستايل هيبقى نفس الستايل، فانا برضو حتى عشان ارضي الصحاب دول مهمين جدا. طبعا الصحاب دول حاجه على جنب، دي قصه ثانيه خالص. يعني انت الصاحب اللي بيأثر في شخصيتك. ما هو مش المفروض ان انا ابقى زي صاحبي بيعمل حاجه غلط، مش المفروض ان انا اعمل حاجه غلط، يعني انت المفروض تقومه. انت صاحب تبقى ساحب، يعني احنا خلينا برضو مع المجتمع بتاعنا. لا لا لا، انا صاحبي ماشي على سلوك، انا هبقى على نفس السلوك. صاحبي بيصلي انا هصلي، ما بيصليش انا مش هصلي. صاحبي بيشرب كذا انا هشرب زيه. صاحبي بيعمل مش عارف. علشان كده اللي احنا قلناه من شويه، المتابعه مهمه جدا في الامر ده. ليه بقى؟ لان انت شفتي مرتين ولد شكله مش مظبوط، بنت طريقتها مش لطيفه في الكلام، هي مين دي؟ هو انتوا كنتوا تعرفوا بعض منين؟ طب ايه رايك بلاش نروح عندها البيت، بلاش يحصل كذا. فلو انت متابعه اول باول زي ما بنقول، هتخفي كتير من المشاكل اللي هترتب على الموضوع ده. تمام بقى، احنا تكرمنا بقى البنات وسن مراهقه البنات سريعا. طبعا ده ايه مخاطر السن المراهقه على البنات مش على الشباب؟ لان انا بحس الموضوع ده بقى اخطر، يعني البنت دلوقتي اخطر من الولد. يعني سن المراهقه للبنت بقى اخطر كتير جدا من الولد. طبعا البنات من صغرهم محتاجين اهتمام وعاطفه بشكل كبير جدا، لو اديتها الاهتمام والعاطفه مش هتيجي في فتره المراهقه وتعمل المشاكل الكبيره دي. هي شبعانه، لان بالظبط هي شبعانه من البيت ده، حب وحنان واهتمام، وانت شيك وانت جميله. دايما البنات بتحب ان سلط عليها الضوء، لبسك حلو قوي، شكلك جميل قوي، تحبي تلبسي ده ولا ده وهكذا. ليه بيحصل المشكله بالشكل حضرتك بتقول عليه ده؟ لما بتكون عندها قصور في البيت من الحاجه دي، ويجي اول ولد في الشارع ويقول لها انت لبسك حلو قوي. طبعا بالظبط، هي شافت ان انت خلاص الدنيا كلها، يعني عندها نقص في ده، لكن هي شبعانه حب في البيت. انا كاب او كام ازاي اتعامل مع البنت؟ يعني ايه في حتى لو بنت، يعني بنت انا ما كنتش بعمل معاها ده، فهي اتجهت يعني حرفت سنة عن الموضوع ده شويه. بعد كده رجعنا ان انا عايز اعدل من سلوكياتها، ايه الخطوات اللي انا ممكن اخدها؟ اول حاجه ان انت تقرب منها جدا، وتبتدي تقول لها عهد جديد وصفحه جديده هنتكلم فيها مع بعض، وهنتفق كويس قوي.
هنتفق كويس قوي ان كل اللي هتحكيه ده هيكون بدون عقاب او بدون، انا هفهمك كويس وهديكي كل اللي انت محتاجاه مني، وبعد شويه نبتدي نغير بقى الاسلوب في ايه، ان احنا هننزل مع بعض، هنروح مع بعض، يعني ما تسيبهاش لوحدها لفتره طويله، لان الفترات دي هي ممكن ترجع لحاجه تانية كانت غلط بتعملها وهكذا. وطبعا لازم يبقى في رقابه على الفيسبوك والموبايل عموما. عايزه بقى انا بعد اذنك ايوه من حضرتك ومن حضرتك تقولوها بقى، انا مش عايزاها للمراهقين، انا عايزاها لاولياء الامور. طيب اول حاجه ودي اهم حاجه في الموضوع ده كله، ان يا ريت خبراتنا اللي احنا عملناها في 30 40 سنه ما نجيش نديها لاولادنا على طبق من فضه ونقول له هتاخدها زي ما هي، لان الجيل اختلف تماما، وبالتالي ان انا لما هعمل كده هو هيرفض كل النصايح مني. لازم اسيبه يجرب ويغلط ويحاول ونرجع تاني، وانا معاه بوجهه مش سايباه لوحده، بس ما اديلوش كل الخبرات اللي انا مريت بيها واقول له امشي على نفس الطريق بتاعي. اكيد الطرق بتختلف. بالظبط، انا ركبات جديده. ايوه بالصراحه هو استوعبه طبعا، اصاحبه، اقف جنبه وسنده، اخد كل حاجه بهدوء، لان هو كده كده اوريدي هيغلط. لما يجي يغلط ما انا ما عنفوش، فلازم اخد الموضوع بهدوء واتعامل معاه صح بس. تمام تمام. تشرفتونا واحنا تشرفنا بيكم عشان ما يزعلش مني. في نهايه حلقتنا بنشكر حضراتكم، وان شاء الله الحلقه اللي جايه تكون حاجه مفيده اكتر لكل بيت مصري، برنامج بيخش كل الاسره المصريه ويخص كل الاسره المصريه من اصغر حد في الاسره لاكبر حد. ويا رب في اخر حلقتنا نكون فدناكم، وبننصح كل اب وكل ام بكيفيه التعامل، ونكون فدناكم في كيفيه التعامل مع البنت والولد، وان احنا ازاي نحافظ على الطفل في السن ده. وبنشكر حضراتكم، شكرا جدا، وشكرا يا سماح. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم، شرفتونا. شكرا.